ابرز المشاكل اللي تواجه في كمبيوتر بس السكن لحظه؟ نعم، الإيواء أكبر المشاكل، الإيواء ومستلزمات المبيت هي أكثر المشاكل. يعني حتى يعني في المدة الماضية يعني كانت المدارس شغالة فما قدرناش ناخذ أي مدارس، اتجهنا طبعا إلى الحقيقة أنه هو معظم القاطنين في مناطق الشباك عندهم امتدادات عائلية في مدينة جنزور، فمعظمهم يجوا لأقربائهم يعني وكذا، فهذه حلت مشكلة يمكن 60-70% منهم. البقية الباقية اللي ما عندهمش أقارب في جنزور مثلا، بدأنا بالمدارس القرآنية باعتبارها كانت يعني ما كانتش تشتغل في مع بداية الأسبوع هذا، يعني اليومين ثلاثة الأخيرات حتى المدارس التعليم العالي يعني أو توقفت وحتى تستأنف إن شاء الله نشاطها بعد شهر رمضان. فإن شاء الله تواصلنا مع المسؤول على الملف التعليم وبلدية جنزور على أساس يخصصونا إمكانيين. في حد جهة بارك الله فيها تبرعت وأنها قالت أنا حنجهز المبنى بالكامل من صيانة الحمامات إلى توفير حتى لا لا اوريدي استعملنا المدارس القرانيه من الايام الاولى للناس اللي ما لقينا لهمش زحل، لان في طلب كبير جدا. نقدر نقول لك ان عندنا اللجنه متاعنا احنا فقط سجلت 1100 اسره تضم اكثر من 6000 فرد. هذا بالنسبه للجنتنا احنا، ما زال في لجنتين او ثلاثه في على مستوى جنزور تشتغل. انا اتوقع ان العدد الاجمالي اللي استضافته من الاسر مدينه جنزور يتجاوز ال 1900 اسره لحد الان، والعدد في تزايد كل ساعه. لاحظت في نعم. المقرات اللي تستخدموا فين مش مهيئة. هذا مقر نعم صحيح، هذه في الحقيقة صالة اجتماعات المصغرة للاتحاد منظمات المجتمع المدني ومكاتبنا وكذا كلها استعملناها هي كمركز لي يعني لواء، يعني ونعتبر ان احنا هذه هي رسالتنا الاولى وهذه هي وظيفتنا الاولى. يعني ففرغنا كل والحمد لله اوقاتنا وامكانياتنا ومكاتبنا كلها لخدمة النازحين ان شاء الله للتخفيف من معاناتهم. وهذا جزء يعني انت عارف انه هام جدا لمساعدة الناس يعني النازحة.